فإن ربنا سبحانه يحييه حياتين طيبتين. أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال اشهدوا أني قد جعلته لكم. ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. قال علي رضي الله عنه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن ابتليت لطالما عافيت ولئن أخذت لبرك. أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن ربنا سبحانه يحييه حياتين طيبتين، يحيي الحياة الطيبة هذه في الدنيا ويحيي حياة طيبة أخرى يستقبلها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الحياة الطيبة في النشأة الأخرى. والدليل على ذلك ما كان يعني يحياه أولئك الذين تقدمون، يكون أحدهم في بحبوحة من العيش في رغد وسع، يدخل في الإسلام فيصير في ضيق من العيش، في فقر، في حاجة مادية، لكنه يرى أن عيشه هذا لا نسبة بينه وبين ما كان يحياه من قبل. هذا العيش الذي فيه الإيمان بالله والحياة الطيبة، هذا عيش أكثر الصحابة، بل طائفة منهم كانوا أهل نعيم، أهل نعمة في الجاهلية، يسلم أحدهم يزول كل شيء من تلك النعم، لكن يبدله الله نعمة عظيمة جدا، وهذه النعمة الإيمان بالله والعمل الصالح فيرى نفسه. هذا أبو عثمان يروي نحبان في الصحيح عن أبي عثمان النهدي أن صهيبا لما أراد الهجرة حبسه المشركون أهل قريش وقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وتريد أن تخرج الآن بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك. فيقول لهم أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال اشهدوا أني قد جعلته لكم، لكنها صفقة رابحة، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن رابح البيع، رابح البيع على يحيى. ابن إسحاق يروي أن مصعب بن عمير كان أنعم فتى في مكة، أرغدهم عيشا، فتيان قريش، هو المدلل، النعمة والترف والرخاء وحسن اللباس وطيب الرائحة و ثم أسلم. ذهب ذلك كله. يروي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. صار يلبس البرقع يا شيخ بشاري. نتكلم عن أنعم فتى في مكة، وما أكثر الفتيان المنعمين في مكة أبناء الوجهاء، هذا أنعمهم، صار يلبس المرقع وما عنده إلا هذا المرقع، إذا لم يلبسه سيبقى عاريا. ما عليه إلا بردة مرقوعة بفرو. قال علي رضي الله عنه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي كان عليه مصعب وللذي صار عليه. طيب سلمت مصعبا الآن، يا مصعب ما رأيك، تحب أنك ما يستغرب سؤالك، كيف أنت يعني أنا أرجع لأجل أن ترى أن ما أنا فيه أدوان مما كنت فيه، ما كنت فيه من النعمة والثراء واللباس الحسنة والأكل اللين، هذا أحب إلي من هذا الدين. هذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ويعلم أن ما أصابه إنما أصابه من عند الله، وأن هذا الله رؤوف رحيم بعباده لطيف بهم، يطمئن فيهدي قلبه إلى الاطمئنان وإلى الرضا. يعني تصور يا شيخ مشاري، إنسان يفقد طرف من أطرافه، يفقد ابن من أبنائه، ومع ذلك لا يخرج منه، لا ينبس ببنت شفة يتضجر بها أو يعترض بها على الله ويقول أف أو أي أو لماذا أو لماذا أنا. هذا عروة بن الزبير يأتي ليزور الخليفة في دمشق، عروة من أمناء المدينة، لما خرج من المدينة جاءته هذه الآكلة، نسأل الله العافية، معروفة هذه تأكل فهذا منتشر. لم يصل المدينة إلا محمولا، لا يستطيع، لم يصل الشام دمشق إلا محمولا لا يستطيع المشي. فلما رآه الخليفة دعي، دعا له بطبيبه، قالوا له لا بد من قطع الرجل، إذا لم تقطع الرجل بعد ذلك لا ينفعنا أن نقطع ما نقطع، لأن يكون يعني لا يمكن التدارك. فقال اقطعوها. شاب شاري قطع ذلك الوقت ما في تخدير كلي وتستيقظ تجد الأمر انتهى، ثم حتى الألم ما تحس به لأجل ما عليك من المسكنات والمهدئات. تعذيب قطع جلده اللحم والعظم، العظم كم وقت
تحتاج لنشر هذا العظم والعروق والعصب شيء لا يبقى. ويصبر هذا الصبر العظيم جدا. ثم لما يرى رجله مطروحة ملقاة في الطست يقول, يخاطب رجله يقولها: الله يعلم أني لم أمشي بك إلى خطيئة قط. يا سلام. أنت المهم أنت ما صنعت بك. قال الله, ويستشهد الله على هذا. فلما كان راجعا في طريقه المدينة لقيه بعض أهل المدينة يخبره أن ابنا من أبنائه دخل إصطبله فرفست دابة فقتلته. ماذا يقول يعني لينفس عن نفسه من شدة المصيبة؟ لقد لقينا في سفرنا هذا نصب. ينفس عن نفسه بآية. وأي نصب؟ سفر ذهب فيه طرف وذهب فيه ابن. ثم قال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة, وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة, فلئن ابتليت لطالما عافيت, ولئن أخذت لقد أبقيت.